اهلا بيكم. فيديو جديد والتوقعات العاطفية لمواليد برج الدلو. ان شاء الله التوقعات هتكون بشكل عام لكل فئات البرج، متزوجين، عازبين، منفصلين. وطبعا القراءة ممكن تنطبق على البعض وممكن لا تنطبق على البعض الاخر. كمان ممكن تكون عكسية، كل حد بيبقى عارف الوضع بتاعه او الحالة بتاعته ايه. هنقول هبدأ معاكم القراءة مواليد برج الدلو بالطاقة بتاعتك انت في الاول، واهلا وسهلا بيكو. الطاقة بتاعتك انت يا برج الدلو، ممكن تكون انت على سفر، او انت مسافر، او انت متحير في الوقت الحالي بشأن علاقة ثلاثية، يعني او عندك حيرة، او انت مع شخص عنده علاقة تانية وانت بتفكر في الوقت الحالي، او انت في مرحلة اختيار في الوقت الحالي. كمان شايفاك ممكن تكون مدي ظهرك لعلاقة ثلاثية، وفي اختيار محدد انت اخترته، يعني انت في الوقت الحالي في مرحلة اختيار، او انت مع شخص في مرحلة اختيار. شايفة في عندك في الطاقة بتاعتك انت بالفعل في تم اختيار، وانت في مرحلة فيها بداية جديدة، او انت مستني، انت في شخص منجذب ليه جدا ومستني. ممكن الشخص ده يكون من برج ناري او برج هوائي او ترابي برضو. فانت عايز بداية جديدة مع الشخص ده، وعايز تحقق معاه انتصار، وعايز تحس بتوازن، وانت شايف ان الشخص ده ممكن علاقة قدرية، او يعني في تجاذب قوي جدا بينك وبين الطرف التاني. انا شايفة انت بتعيش مشاعر، مش عايزة اقول حب، يعني مش شايفة فيها تفكير، فيها حيرة، فيها انجذاب لشخص معين، فيها رغبة في تحقيق توازن وتحقيق نصر بتواجدك مع الشخص ده. وشايفة فيه فرصة، يعني فيه فرصة جاية لك، او فيه عطاء قوي جاي لك في الفترة اللي جاية، سواء يخص، لان دي طاقة عامة، سواء يخص علاقتك بالشخص ده او يخص حياتك بشكل عام يا برج الدلو. بالنسبة لطاقة الطرف التاني او طاقة الشريك، انا شايفة الشريك يعني لي يعني في عرض عنده ليك، عرض جدي. الشخص ده عايز معاك استقرار، لو انتوا موجودين مع بعض فالشخص ده عايز معاك استقرار، وعايز معاك علاقة طويلة المدى. يعني لو انتوا منفصلين فالشخص ده عايز يجيلك بعرض جدي، وعرض فيه عرض حقيقي، يعني فيه استقرار. هو متردد في الوقت الحالي، ممكن يكون متخوف من شيء، ممكن يكون خايف تكون انت في علاقة، او هو مستني يرتب خطوات، يعني مستني يعمل خطوات، وده هو شايف ان هو هياخد منه وقت، لكن ما ينفعش ياخد خطوة غير لما يعمل الحاجة دي، لان هو عايز العرض اللي بيقدمه يكون عرض حقيقي. بشكل كبير كتير منكم هتكونوا في علاقة ثلاثية وفي مرحلة اختيار، لان انت عندك في الطاقة بتاعتك الثري اوف وند، وهو في الطاقة بتاعته الثري اوف وند، ففي علاقة ثلاثية وفي مرحلة فيها اختيار في الوقت الحالي. لو انت شايف او انت عارف ان هو في عنده علاقة ثلاثية، فهو مختارك انت، والعلاقة الثلاثية دي انتهت او بتنتهي في الوقت الحالي. انا شايفها بتنهار في الوقت الحالي، والشخص ده عنده مشاعر حب ليك قوية جدا، وفي طريقه لان هو يزيل عوائق موجودة في العلاقة، وعاوز يبدأ معاك بداية جديدة يا برج الدلو. ففي اختيار بيتم في الوقت الحالي، وانت منتظر كمان اختيار يتم، واختيار يكون فيه انتصار ليك، ويكون يحقق توازن بينك وبين الشخص التاني، او يحقق توازن في حياتك عموما. يعني فدي الطاقة بتاعتك انت والطاقة بتاعته هو، الابراج او الطاقات اللي موجودة في القراءة. انا شايفة برج الاسد، الجوزاء، العقرب، الحمل، جوزاء تاني، الميزان، العذراء، برج الثور، الحوت، القوس. دي الأبراج اللي موجودة، الطاقات موجودة، كل الطاقات.
طيب نروح للمشاعر الشخص ده، مشاعره في الوقت الحالي. الشخص ده ممكن يكون تعبان في الوقت الحالي، ممكن يكون مريض، ممكن يكون عنده مشاكل وبيعاني كمان من مشاكل من الماضي، كمان ممكن يكون في عنده يعني حاجة تعباه، يعني ممكن يكون هو يعني مريض في الوقت الحالي، مرض عضوي أو جسدي، وكمان ممكن يكون متألم نفسيا بشكل كبير، كمان عنده أفكار كتير أوي الشخص ده بتتعبه، بالذات في الليل. يعني ممكن في غير كده بيعيش حياته بشكل عادي، لكن عنده أفكار بتتعبه جدا بالليل، تخص الماضي، تخص علاقته بيك، تخص الطفولة بتاعته، ممكن تخص يعني الشخص ده ممكن يكون كان يعني كان بتحصل حصل له أزمات كتير، كان ممكن حد كمان بيعامله معاملة سيئة، والمعاملة دي سيئة في طفولته أو في الماضي، والمعاملة دي أثرت على الشخص ده أو على أفكاره. كتير بيفتكر كده، عنده شايفة في عنده عدم توازن في الوقت الحالي، محتار بين حاجتين، ممكن بينك وبين شخص تاني أو بينك وبين حاجة تانية، أو عنده مشكلة في الأموال في الوقت الحالي. يعني في الوقت الحالي هو ممكن يكون بيمر بأزمة مالية، أو عنده مشاكل في الشغل، يعني ممكن يكون في الشغل بيمر بمشاكل، أو ما بين إن يرجع أو ما يرجعش، أو بينك وبين طرف تاني. كل حد طبعا عارف الحالة بتاعته. لو انت عارف إن هو ما عندوش طرف تاني، يبقى ما عندوش طرف تاني. أنا مش بقول، مش جاي أعرفك هو عنده أو ما عندوش، أنا بقول لك حالة الشخص وانت عارف، لأن القراءة هنا عامة، فانا ما اقدرش اجزم بان في او ما فيش، فكل حد بياخد بالشكل المناسب ليه. يعني مشاعره تجاهك مشاعر كويسة جدا، يعني مشاعر حب، مشاعر بيشوفك انت الام، سواء انت راجل او ست اللي بيسمعني، فعنده مشاعر انك انت شخص، انت اللي بتقدر تحتويه، انت شخص عندك حنان ليه، عندك يعني عطاء كمان، فهو بيحس معاك احاسيس قوية جدا. ممكن لو انت ست اللي بتسمعيني، فممكن انت بالنسبة للشخص ده ام ولاده، انت مصدر عطاء، خير، بركة، وفرة، عنده مشاعر قوية واحاسيس كويسة قوي تجاهك. لو انت رجل برضو اللي بتسمعني من برج الدلو، فالشخص ده بيشوف انك انت الشخص اللي بتقدر تحتويه، وانت الشخص اللي حنين عليه او بتسمعه كويس، انت في حياته بتحقق له توازن، بتحقق له سعادة، بيحس بأمان، بطمأنينة، احساس وجود الام. كمان بيحس ان حبك ليه، ممكن انت حسسته ان حبك ليه غير مشروط او مش معلق بشيء معين. كمان عنده اللافرز في مشاعره، فدي مشاعر حب قوية جدا وانجذاب ليك بشكل كبير يا برج الدلو، سواء على المستوى العاطفي او الجسدي كمان. ده بالنسبة لمشاعره، تفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. شايفة في تفكيره او افكاره تجاهك في انجذاب قوي ليك جدا. الشخص ده ممكن يكون احيانا بيبقى متعصب، متهور، ممكن العلاقة فيها اون اوف كتير، يعني بيسيبك ويبعد ويرجع ويبعد وكده. ممكن يكون شخص شوية متهور في تصرفاته، ممكن تكون طاقته نارية حتى لو هو برج تاني. احنا قلنا قبل كده ان البرج شيء والطاقة شيء تاني، يعني ممكن انا اكون برج ناري وطاقتي في الوقت الحالي مائية، يعني عندي المشاعر والرومانسية وحساسة زيادة عن اللزوم، طاقتي مائية رغم ان انا برج ناري مثلا. فهي دي الطاقة وهو ده البرج، لو انتم مش عارفين يعني الطاقة والبرج، فهو طاقته نارية او افكاره. الشخص ده قلبه موجوع قوي، حاسس هو حاسس ان هو وجع لك قلبك، او انتوا في بينكم مشاكل متكررة، او في حاجة تخص طرف تالت، طرف تالت اهل،
طرف تالت افكار مش كويسة، او طرف تالت يكون شريك عاطفي فعلا. كل حد زي ما قلت عارف الحالة اللي هو موجود فيها، ممكن الشخص ده قلبه موجوع بسبب كده، او يكون انتوا حصل بينكم مشاكل كذا مرة هي يعني، مش مشاكل متكررة مختلفة، لا نفس الشيء هو بيحصل في العلاقة كل مرة مش بيتغير. فهو ممكن يحس ان هو وجع قلبك بتصرفاته دي او بالغلط اللي هو بيعمله ده كذا مرة، او العكس هو قلبه موجوع منك بسبب حاجة انت عملتها كذا مرة. بيبحث الشخص ده عن توازن، عن عدالة في الوقت الحالي في تفكيره، عن ان هو يديلك حقوقك لو هو اللي حاسس، لو هو اللي ظلمك، او لو هو اللي مظلوم منك. فهو بيبحث في كل الاحوال طاقة فيها بحث. ممكن الشخص ده يكون شخص روحاني، ممكن يكون شخص تفكيره ناضج في الوقت الحالي، ممكن يكون منعزل. لو انت بتشك في علاقة ثلاثية فالشخص ده ما عندوش في الوقت الحالي، هو لوحده، انا شايفاه هو لوحده، حتى لو هو في علاقة فهو لوحده في الوقت الحالي. محتاج ان هو يفكر، ان هو يبحث عن حلول، ان هو يبحث عن توازن، ان هو يبحث عن العدل بينك وبينه، او المساواة في الاخذ والعطاء بينك وبينه. فانا شايفة طاقة الشخص ده فيها بحث، فيها بحث كمان بسبب زي ما قلت ان هو قلبه موجوع او مكسور في الوقت الحالي، او ان هو بسبب العلاقة فيها اون اوف كتير وعدم توازن ومشاكل وكده. فالشخص ده بيبحث في وقته الحالي طاقته بحث عن حلول. نوايا تجاهك او تجاه العلاقة، زي ما قلت الشخص ده في نواياه محتاج ان هو يتشافى، يعمل شفاء من آلام كتير قوي. يعني هو عنده التين اوف سورد دي ممكن انتهاء لمرحلة الألم. هو كارت سلبي مؤلم جدا، لكن في نفس الوقت في جانب كبير قوي ايجابي، ان هي دي اخر مرحلة. هو ده الجانب الايجابي، ان دي اخر مرحلة، ان اللي بعد كده لازم الشخص يقوى او لازم يقف على رجله، لان مفيش بعد كده ألم، او مفيش بعد كده حاجة تاني هتحصل. فيا اما الشخص ده لو هو ضعيف يستسلم ويفضل موجود في مرحلة الألم الكبيرة الفظيعة اللي هو فيها دي، ويفضل مستسلم ليها ونايم كده، أو إن الشخص ده خلاص كل السيوف كده خدها، فيبتدي يقوم ويبدأ من أول وجديد. فأنا شايفة الشخص ده فعلا بيدور على شفاء، على توازن، على يعني عدالة في الأخذ وفي العطاء. فهو هيقوم، يعني هو عنده القوة ان هو يستشفي من وضع زي ده. بيفكر فيك جدا بشكل كبير، شايف انك انت فرصة، شايفك كمان الشخص ده غير مشاعر الحب، في مشاعر تقدير. الشخص ده بيقدرك، يعني انت بالنسبة له مش يعني شيء قيم، مش معناها ان انت شيء. هو طبعا كلنا شيء، يعني في القرآن موجود ان كلنا شيء. كمان هو شايف انك انت شخص يعني اساسي في حياته، او انت شخص ذو قيمة في حياته. في نواياه في اسرار، ممكن حس انك انت بتخبي عليه شيء، حس انك بتخبي عليه حاجة، او حاسس انك شخص غامض وهو مش قادر يعرف حقيقة مشاعرك تجاهه. بيراقبك الشخص ده في نواياه، في نواياه شفاء. الشخص ده محتاج يتخلص من اشياء سلبية كتير في حياته، وكمان محتاج ان هو ممكن تلاقيه بيتجاهلك في الفترة اللي جاية، ممكن تلاقيه بيتجاهلك، او تلاقيه ان هو شخص غامض. هو ممكن يكون مش عايز يظهر مشاعره الحقيقية في الوقت الحالي، لكن هو عايز يحقق نجاح في العلاقة. يعني ممكن الشخص ده مستني يكون هو يعمل حاجة لنفسه الأول، أو هو يظبط أموره الأول، وبعد كده يبتدي يتعامل معاك أو يبتدي يتكلم معاك. ده اللي موجود في نواياه، أو الشخص ده في نواياه إن هو هيعمل كده في الأول، وممكن أثناء ما هو بيعمل كده أنت تحس بتجاهل من ناحيته، لكن فيما بعد الشخص ده هيجيلك بعرض حقيقي
هيجيلك بعد حقيقي وهيتكلم معاك وهيكون في بينكو يعني انت كمان هتكون موافق على العرض اللي هو هيقوله لك ده. خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة، متمسك بيك الشخص ده، وبيراقبك، في مراقبة منه ليك او انت بتراقبه، لكن في ترقب، هو بيراقبك بهدف الفضول او بهدف ان هو يشوف منك حاجة، او لو هو بيشك في حاجة فهو بيراقبك عشان يشوف الحاجة اللي هو بيشك فيها دي هل هي حقيقية او لا. هي دي طريقة المراقبة اللي انا شايفاها منه ليك في الوقت الحالي، يعني بيراقبك كده في السر للبعض. البعض ممكن الشخص ده كان خرج من حياتك متسلل قبل كده يعني، او سرق منك شيء او جرحك او عمل حاجة، فهو خايف يرجع لك في الوقت الحالي، ممكن يلجأ لأشخاص لمساعدته. ممكن الشخص ده مكسوف منك، ممكن الشخص ده مستني يشوف منك يعني جرين لايت او ضوء اخضر كده ان انت مستعد ان هو يرجع لك تاني. دي كلها سيناريوهات انا بقولها لك موجودة في العلاقة يعني، في كل حد يشوف المناسب بيه، لكن في كل الاحوال شايفاه متمسك بيك، شايفاه بيبص عليك لبعضكم. ممكن يكون الشخص ده شايف ان في بينكم عائق ديني، او في تقاليد او حاجة بتمنع استمرار العلاقة دي لبعضكم طبعا. ففي خطواته القادمة الشخص ده هيبقى بيبص عليك وبيراقبك في الفترة اللي احنا اتكلمنا عنها دي، وممكن يكون يتخفى في او يعمل اكاونت فيك مثلا، او يتخفى في اي حاجة او كده ويراقبك، او يسأل اشخاص عنك. فانت هتكون شغله الشاغل في الفترة دي في ان هو يعرف حاجة عن اخبارك او كده. ولبعضكم زي ما قلت الشخص ده متمسك بيك، ومع كده هو شايف ان في شيء بيمنع، ممكن يكون انت متزوج هو متزوج، في عائق، في حاجة تخص التقاليد او الاعراف او كده، في مشكلة في العلاقة دي هو الشخص ده شايفها. ده من ناحية خطواته. طيب اقول لكم اجابات الملائكة قبل ما نروح للاوت كام او مصير العلاقة، مش المصير المطلق للعلاقة، لان ما نقدرش نتكلم عن مصير مطلق لان دي طاقات متغيرة، لكن هنقول ايه اللي جاي في المرحلة اللي جاية اللي احنا فيها. اجابات الملائكة بتقول لك في الاسابيع القليلة القادمة، لو انت بتسأل على حاجة او شاكك في حاجة فبيقولوا لك لا. ممكن تكون بتشك ان الشخص ده عنده طرف تالت، او ان هو مش بيحبك، او يعني يا رب تكون لا، دي اجابة تكون كويسة بالنسبة لك، ما تكونش حاجة وحشة بالنسبة لك. كمان بيقول لك في طريقة تانية افضل، او في حاجة تانية افضل، فانت شوف ايه اللي انت بتعمله في الوقت الحالي في افضل منه، في حاجة افضل منه. لو انت شايف ان الشخص ده مش مناسب بالنسبة لك، او شخص متعب بالنسبة لك، او مش هتقدر تكمل، ففي افضل منه. ولو انت شايف ان العلاقة بتدار بشكل مش مظبوط، ففي طريقة اكتر من افضل من دي تقدر تدير بيها العلاقة، سواء انت او الطرف التاني. الرومانس انجل بيقول لك في شخص راجع لك من الماضي، ممكن الشخص اللي احنا بنتكلم عنه ده، بيقول لك كمان سول ميت، ان الشخص ده حب حقيقي وهو ده توأم روحك. في كمان بيقول لك ان في عندك مشاكل من الطفولة، او عندك مشاكل في الاهل. بص اقول لكم على حاجة يا برج الدلو، الكارت ده بيقول حاجات كتير قوي، فهنحاول نختصر. اما انت عندك مشاكل من الطفولة، يعني كان في انفصال احد الابوين، او مشاكل في الاسرة في الطفولة اثرت على حياتك العاطفية في الوقت الحالي، دي حاجة. الحاجة التانية ممكن تكون انت في خلاف مع الاب والام، وانت لازم تخليهم يسامحوك او تحل مشاكلك مع الاسرة، الاب الام الاخوات او كده في الوقت الحالي، بحيث انك انت حياتك تروح للافضل وتتحسن. ده مأثر على حياتك لو ده موجود، فكل حد يشوف في ايه، او في مشكلة تخص الاطفال،
او في حياتك العاطفية بتأثر على اطفالك لو انت عندك اطفال، فانت خلي بالك من ده. فانت حاول انك تطمن، انك تشيل شكوك، ظنون، اوهام الشخص ده بيقول لك ان هو سول ميت، في عودة شخص من الماضي، الشخص ده هو حبيبك فعلا، هو توأم روحك. لكن انت في عندك مشاكل خاصة بيك انت، مشاكل في نفسيتك انت. طيب بالنسبة للي بيسأل عن الشغل في برج، وطبعا اللي مستني الاوتكم استنوني، خدنا كروت سريعة للعمل والمال والصحة لان كتير قالوا اتكلمي عنهم. العمل، في عندك فرصة للعمل، ممكن بعضكم مستني فرصة او مستني اسمه يجي في حاجة، او مستني سفر، او مستني بعثة، هجرة، حاجة كده، فده جاي لك ان شاء الله، وانت عندك القدرة على النجاح في ده. لو انت خايف تقدم ورق او كده فاعمل ده في الوقت الحالي، الفرصة متاحة وكبيرة. كمان انت عندك مهارات كتير قوي، فحاول انك توسع مجال الفرص بالنسبة لك، لان انت يعني قادر على اي شيء في الوقت الحالي. كمان لو انت مستني سفر او عمل او كده، جهز كل حاجة، يعني ما تخليش في اي حاجة ناقصة، بحيث انك الفرصة دي ممكن تجيلك في اي وقت، يعني الموضوع هيجيلك بشكل مفاجئ. فجهز كل ورقك، خليك جاهز من كل حاجة في الوقت الحالي، بحيث ان لو جت في اي وقت ما تضيعش من ايدك، لان زي ما قلت هي جايلك في صورة فرصة. لو انت في شغل بالفعل فانت هتحقق نجاح كبير، وهيبقى عندك شهرة كمان، وهتبقى مميز جدا في الشغل ده، وهتبقى مشهور كمان، يعني هتبقى صيتك واصل لكل مكان او مسمع زي ما بيقولوا، لان انت هتكون واخد طاقة الماجيشن، يعني بتعمل كذا حاجة، هتبقى مشهورة عند رؤسائك انك شخص شاطر بتعرف تعمل كذا حاجة في نفس الوقت كده، يعني كل ده يخص العمل. فانت عندك الناحية العملية في كل الاحوال انا شايفاها جيدة جدا. الصحة، شايفة في الصحة في استقرار، يعني الوضع على ما هو عليه. كمان لبعضكم ممكن يسافر لعمليات تجميل، او ممكن يكون شكله هيتغير في الفترة دي للأحسن، ممكن بقى هتستعمل حاجات، ممكن هتعمل حاجات تجميلية، ممكن لو راجل ممكن هتروح جيم هتحسن من جسمك. لبعضكم ممكن محتاج عنده مشاكل في القدمين او كده، ممكن بسبب تخن او حاجة، فممكن بعضكم هيلجأ لجيم او لدايت او لتخسيس بأيا كان، يعني ففي حاجات تجميلية، وفي شكلك هيبقى متغير، يعني هيبقى منور، هيبقى في طاقة حلوة عندك قوي على المستوى الصحة او الشكل يا برج الدلو. الاموال، انت ممكن تكون طالب مساعدة من حد، او طالب منحة، او طالب قرض، او في مساعدة انت طالبها من حد وهتجيلك، ممكن من الاهل، او في حاجة هتجيلك في البيت. وفي اموال ممكن تجيلك تخص بيت، انك عايز تشتري بيت، او عايز تنتقل لبيت، او تفتح مشروع، او في اموال انت طالبها عشان تعمل بيها حاجة كبيرة، ففي حاجة هتجيلك سواء قرض او منحة او حاجة زي كده، انك تعمل بيها حاجة تخص كده مشروع، بيت، حاجة كبيرة، يعني مش حاجة عادية يعني. فدي كانت اجابات سريعة عن الاسئلة دي. بالنسبة للعازبين من برج الدلو، العازبين من برج الدلو، انت بتراقب شخص ومتحير جدا في الوقت الحالي، متألم، تعبان نفسيا، مش بتنام، عندك أرق كتير قوي، وعندك أفكار كتير، وعندك لخبطة، ومش عارف تحدد مصير العلاقة دي، أو تحدد الشخص ده عايز ايه. ممكن كمان تكون عندك اختيارات كتير، لكن انت بص على شخص معين ومش عايز تختار حاجة من الاختيارات دي في الوقت الحالي، وده تعبك قوي، او بتفكر فيه بشكل كبير. الشخص اللي انت بتفكر فيه ده ممكن يكون مشي وسابك من غير سبب، او من غير ما يقول لك السبب، يعني ممكن يكون هو عنده سبب لكن ما قالكش عليه. الشخص ده لو هو مشي وسابك فهو رجع تاني، لكن الشخص ده عايز يعمل حاجة، او هو غير راضي عن وضع في العلاقة، وعاوز يحقق رضا، عايز يعمل حالة من الرضا، يعني ال 8 اوف كابس ده وضع كويس، لكن هو وضع فيه حاجة ناقصة، يعني الشخص يعني عايز كأنه عاوز يوصل لل 9 اوف كابس،
او ليلتين اوف كابس للسعاده الكامله. فهو الشخص ده رحل بسبب انه مفيش سعاده كامله في العلاقه دي، او شيء معين مفتقده في العلاقه دي. كمان ممكن يكون رايح يحسن ظروفه، يحسن وضع، يعمل حاجه، هو رايح يعمل حاجه وجاي تاني. هو البعد ده مش تهاء، انت تعبان جدا، طاقتك سلبيه قوي يا برج الدلو بالنسبه للعازبين، وحيره وقلق وتفكير وسهر وكده. يعني طاقتك دي كمان ممكن تاثر على الشخص التاني وتاثر على العلاقه. انت كمان ممكن تكون بتفكر ان الشخص ده بعد عنك وراح لعلاقه ثالثه، وهو مبسوط وشايف نفسه وكده. انت بتقعد تقول لنفسك حاجات ممكن تكون غلط، يعني ممكن تكون انت بتتوهمها في الوقت الحالي. بيقولك اسأل، يعني خلي حد يساعدك او خلي شخص يساعدك. ممكن تسأل شخص يكون مختص في الحالات دي، او حالات المشاكل العاطفية او الزوجية او النفسية، تسأل شخص مختص يساعدك، او صديق او حد من العائلة او كده. يعني اطلب المساعدة من حد، اسأل حد ان هو يساعدك، لان انت حالتك صعبة جدا، فدي اجابة الملائكة ليك بالنسبة للحالة بتاعتك. واو، انت عندك children، عندك كارتين يخصوا الاطفال، ممكن عندك اطفال في علاقة فيها اطفال بيأثروا على وضعك العاطفي، او انت في عندك مشاكل تاني، طلع لك مشاكل من الطفولة. يا برج الدلو، انت حقيقي محتاج مساعدة من حد مختص في علوم الطاقة، في الباراسايكولوجي. محتاج حد متخصص ان هو يساعدك، انت تحكي، يعني انك تحكي له مشاكلك ايه من الطفولة، او وضعك ايه، او ايه اللي بيضايقك، لانه انت محتاج حد يتعمق جوه ذاتك او جوه نفسك، بحيث انه يخرجك من الطاقة اللي انت فيها، واللي بتأثر على علاقاتك العاطفية بانك انت تشك في الشخص اللي قدامك، او يكون عندك مشاكل بتأثر عليك. كمان في الرومانس انجل بيقول لك ممكن للبعض يكون في اطفال بتمنع يعني العلاقة دي، انت عندك اطفال او هو عنده اطفال، او في اطفال ما بينكم والاطفال وانتم منفصلين، والاطفال دول بيأثروا عليك بالسلب. يعني انت حاسس انك ظلمتهم، او حاسس ان الطرف التاني ظلمهم، او انت عندك مشاكل من الطفولة. يعني مش صدفة ابدا ان كل كروت الاطفال دي تطلع في القراءة كده، يعني بالشكل ده، وبتطلع عندك انت. كمان بيقولك ان ده حب حقيقي، وانه حبك الحقيقي ده محتاج منك انك تبذل مجهود علشان يعني في الخطوات اللي انت بتاخدها تجاهه عشان تبقوا مع بعض، يعني او عشان العلاقة دي تنجح، او عشان العلاقة دي تستمر. فانت ما تستسلمش للطاقة السلبية، او لأوهام، او لكلام اشخاص. ممكن يكون لبعضكم في حد بيقولك حاجة كلام غلط، او حد بيقوله كلام غلط. المهم في حاجة انت ما تستسلمش ليها، وابذل مجهود بحيث انك تنجح العلاقة دي. العلاقة دي فيها خير وفيها حب من الطرف التاني، لكن فيها مشكلة، فانتوا حاولوا تتخلصوا من الشيء ده او من المشكلة دي، او تحلوها بشكل حقيقي. لو انت خرجت من الطاقة السلبية، بص على مشكلتك من فوق. لو انت مش قادر تلجأ لشخص متخصص في الوقت الحالي، فحاول تكون انت الشخص المعالج لنفسك. ازاي؟ بانك تخرج بره المشكلة، مش انت اللي موجود فيها خالص، واعتبر ان في حد بيحكيها لك، وبص على المشكلة من فوق، بحيث انك تقدر تشوف كل الجوانب، تشوف وضعك انت فين، ووضع الطرف التاني فين، والاطفال دول وضعهم ايه، او مشاكلك اللي من الطفولة دي وضعها ايه. هتقدر تحل بالشكل ده. طاقة الشخص التاني فيها بحث وفيها حلول، وفيها بحث عن حلول. طاقتك انت فيها استسلام، فيها يعني صعب شوية، فحاول تخرج من الطاقة دي يا برج الدلو، وقلبي معاكوا طبعا. الاوتكم بتاع العلاقة او اللي جاي في العلاقة ايه؟ اول كارت ينزل، وده المهم جدا، السكس اوف كابس، يعني عودة ومصالحة وحنين واشتياق، بالذات لو انتوا علاقة قديمة، او انتوا في بينكوا اطفال، او انتوا علاقة مع بعض بقالكوا فترة، يعني بقالكوا اكتر من سنة كده، ففي عودة ومصالحة ومصارحة وهدية كمان، واعتذار، في حاجات كتير قوي، في حنين واشتياق. جيت اعمل كلاريفاي للكارت او توضيح للكارت، فنزل تاني سكس اوف كابس.
يعني للمرة التانية في حنين، اشتياق، في عودة 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 بإذن الله. الشخص ده بيفكر فيك بشكل مستمر، بيفكر في الطريقة اللي هو مشي بيها أو اللي أنت مشيت بيها، متعلق بيك الشخص ده. ممكن للبعض كان فيه ظروف مادية خليته إن هو يبعد عشان يحسن وضعه المادي أو يعمل حاجة، لكن الشخص ده راجع لك تاني. ممكن متألم بسبب إنك أنت بعدت عنه أو هو بعد عنك، بيبص عليك، بيراقبك، ممكن يكون عنده صور ليك بيبص عليها، بيبص على حساباتك، بيبص، بيفتكر ذكريات ما بينكم، لأن السكس أوف كابس ده برضو كارت الحنين والذكريات وكده. فالشخص ده عنده حنين بشكل قوي جدا جدا جدا، يعني الكابس عنده كتير قوي. فمصير العلاقة حلو قوي، في عودة، في عودة، بسبب ان الشخص ده مش هيقدر يقاوم كل المشاعر اللي بتجتاحه او بتجتاح مشاعره في الوقت الحالي، مش هيقدر يقاومها، عنده مشاعر ليك قوية جدا ومفتقدك، وفي البعد عنك حتى لو هو اللي بعد فهو حاسس بيطم وحاسس بحزن وحاسس ان هو حد، يعني ملوش حد، ملوش حد غيرك. فانا شايفة مشاعر قوية ومشاعر فيها احاسيس وحب وحنين وكده. فحاولوا يا برج الدلو، انكم الفيديو طويل بتاعكم جدا، يا رب اعرف احمله. حاولوا تتخلصوا من طاقة سلبية وتخص الطفولة، تخص مشاعركم انتوا، مش طاقة سلبية خارجية على فكرة، طاقة سلبية بداخلكم انتوا يا برج الدلو. حاولوا تعملوا شفاء، تعملوا هيلينج، حاولوا تغيروا مكان، حاولوا تقعدوا مع ناس تتكلموا، مش تتكلموا عن اسراركم او كده، تتكلموا تفضفضوا او تتكلموا في اي مواضيع تانية، حاول تخرج من طاقة سلبية. الفيديو انتهى، وبشكركم المتابعة برضه.